اهلا بيكم هشام خالد. بعد ما شرحنا قصه اندروكسس وقلنا نخش على قصه بامكن قصته مثيره جدا برضو، يعني القصص كلها جميله بصراحه، ممكن تفهم كتير عن الشخصيه اللي انت بتحبها تفهم عنها اكتر. شخصيه النهارده اقول مين بامكن، شخصيته يعني مثيره جدا. هو مش عمل نفسه، هو اتعمل ازاي؟ قال لك كان في حصار على بلده من وقت كتير، كان في حصار على بلده وهجوم وجيوش وحاجات، فالملك بتاعها كان ملك ذكي اللي هو القائد بتاع الجيش. فقال ان هو يعمل ايه؟ قال عشان الطريقه الوحيده ان هو يعرف يدمر جيش العدو ويعرف يقتحم ويعمل اللي هو عايزه، ان يعمل قنابل بتمشي، يعني ان هو يعمل قنبله بتتفجر نفسها بتمشي كده لحد ما توصل العدو تروح مفجره نفسها فيه، عامل زي شغل الارهابيين. فضل بقى ويعمل كده، وهو غصب عنه عن طريق حادثه ان هو بيعمل كده جاب قنبله من اكبر القنابل الموجوده للحياه، تبقى عايشه كده مش بتمشي خلاص، عايشه زينا وبتفكر وكل حاجه. القنبله الكبيره دي كانت مين؟ بامكن كتاب القنبله دي. فضل بقى عايش بعد كده بعد ما دمر الجيوش كلها ودمر كل حاجه وفجرها بالقنابل اللي معاه وكل حاجه، دخل في مهمه مع نفسه ان هو يبقى الملك، وان هو يبقى ملكي، وان هو يعني يبقى ليه سلطه والحاجات دي. فبدأ في مهمة ان هو يروح للبلاد كلها ويخليها كلها تحت حكمه، وانها بيعمل امبراطورية كده زي ما تقول. بعد كده بقى معروف ان هو خلاص بامكنج اللي هو الملك، ومبقاش حد يعرف يقف قصاده، لانه معروف ان هو على قد ما هو عادي على قد ما هو ممكن يغضب، فمحدش بقى يعرف يقرب منه حتى، لان وانت بتكلمه ممكن في لحظة يغضب يتحول للقنبلة النارية، القنبلة المتفجرة اللي هي الالتيميت بتاعته اللي هي ايه المعروفة. وهي دي شخصية بانكينج وقصته، ان هو اتعامل في وسط جيش وحروب وحاجات، بس عرف يدمر الجيش ويستقل بنفسه ويعمل ممالكه وشغل، يعني امبراطوريات وتاريخ يعني وحاجات كده حوارات. واستنوني في الفيديو الجاي مع شرح قصة جديدة.